لكن اللي ما يبحث عن الرياضة أو إنه يبغى يدخل في هذا المجال يتخوف نوعا ما من الحديد. في أفكار إلى الآن ما ذهبت، يعني لسه في أفكار موجودة، لكن الفكرة السائدة إن الحديد إلى المرأة بالعكس شيء مرة يعني يزيد قوامها، يزيد جمالها، يزيد لياقتها. أنا ما أشوف فيها أي مشكلة. رجعت من أمريكا سنة 2013 انصدمت إن الناس مو متقبلة إن البنات تلعب حديد أو تشرب بروتين. كانت ماخذة فكرة إذا تشرب بروتين راح ما أدري جسمين وتصيري رجال، هذا الفكرة. طبعا بيتنا كانوا من هالناس يعني. أحتاج إن أني أطور من نفسي، ما عندي استعداد، مع أني مخولة بهذه الشهادات أني أصير مدربة، بس أحس نفسي ما وصلت لدرجة التشبع العلمي. أحتاج إن أني أطور من نفسي أكثر علشان أستفيد وأفيد غيري مستقبلاً. البنات فاهمين الخطه زي ما قلت لك، انهم يخافوا انهم يحصلوا على عضلات زي الرجال، بس مستحيل انهم يحصلوا على هذا الشيء اذا ما حملوا، اذا ما اخذوا جروث خارجي، هرمونات خارجيه. اما اذا تمرنوا تمارين مقاومه عاديه وتغذوا تغذيه صحيحه، بالعكس بيحصلوا على شيب ما يحصلوا في اي رياضه ثانيه.